لا وقت للراحة، شعار رفعه المارد الأحمر بعد أن أتم مهمته بنجاح أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي باكتساحه بثلاثية دون رد في أولى المواجهات بمونديال الأندية من على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب الشقيق، الذي احتضن اللقاء برحابة صدر واسعة وافتتاح مبهر أكثر من رائع فاق التوقعات من قبل الأشقاء، جمع بين الأصالة والتاريخ تجسدت بلوحات فنية عبرت عن الهوية المغربية وعن عراقة البلد والتطرق لشخصية الرحالة المغربي ابن بطوطة وتكريم أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيلي. بدأت كتيبة مارسيل كولر الاستعداد لمواجهة سياتل الأمريكي مباشرة عقب انتهاء مباراة أوكلاند سيتي، حيث خاضت المجموعة التي لم تشارك في المباراة والبدلاء تدريباتها عقب المباراة مباشرة مساء الأربعاء، وأكمل لاعبو الأهلي جميعهم تدريباتهم اليوم في طنجة، فيما خضع اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة لتدريبات استشفائية خفيفة. سامي قمصان المدرب العام للأحمر أكد أن الفريق حقق هدفه خلال مباراة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا في الجولة الأولى من مونديال العالم للأندية، وأن الفريق يسير خطوة بخطوة من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي، وأن مباراة الدور ربع النهائي المقبلة أمام سياتل الأمريكي خطوة مهمة للغاية للعبور لنصف النهائي البطولة. مارسيل كولر المدير الفني للأحمر عقد محاضرة فيديو باللاعبين للحديث عن إيجابيات وسلبيات مباراة أوكلاند سيتي والاستعداد لفريق سياتل الأمريكي، شرح قدراته وإمكانياته الفنية ونقاط ضعفه وقوته من أجل دراسة المنافس ووضع أفضل خطة وتشكيل للمواجهة المرتقبة. الأهلي ولاعبو يحثون الخطى ويسعون للارتقاء وتحقيق مركز مميز في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية، وأن يصل الفريق لأبعد نقطة ويحقق مركزاً أفضل من المركز الثالث الذي تحقق في المشاركتين الأخيرتين. هذا هو الأهلي كما عهدناه، لا يخيب الآمال ولا يخيب الظنون في مونديال الأندية، فجماهيره في كل أرجاء المعمورة تترقب الفرح من هذا السندباد المتنقل من اليابان إلى محطاته الثلاث المتتاليات التي احتضنتها الشقيقات العربيات قطر، الإمارات واليوم في المغرب. ننتظر منك أن تجسد فعليا وبصوت عال مقولة بلاد العرب أوطاني.